مشاهدينا الكرام، بجدد تحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيشرفنا وبنورنا في فقرتنا الكاتب الصحفي والباحث السياسي دكتور بشير عبد الفتاح. برحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. صباح الخير. خلونا نبدأ جولتنا النهاردة بخبر الحقيقة كلنا امبارح يعني سمعناه وتابعناه، وبقى من الأخبار المفرحة بالنسبة لنا، ويا رب دايما نفضل مصر في يعني في خير وتقدم. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببدء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في ديسمبر اللي جاي إن شاء الله، الشهر اللي جاي. وجه الرئيس امبارح الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 شهور بعد انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقر ومنشآت الحي الحكومي. والكلام ده جه في اجتماع الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان. كما اطلع سيادته على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين. ووجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر وتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة اللي بتنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. الحقيقة الاجتماع فيه أكتر من جانب وأكتر من موضوع، بس خليني أبدأ بيه. نحن الحمد لله هنبدأ ننتقل للعاصمة الإدارية الجديدة في شهر ديسمبر اللي جاي، وده يعني مرحلة تمهيدية أو تجريبية لمدة 6 شهور. شايف حضرتك انتقال الحكومة بتجهيزات اللي حصلت في العاصمة الإدارية الجديدة بالمباني اللي احنا شفناها على أعلى مستوى وتحديث، الطفرة اللي هتحصل مع انتقال أجهزة الحكومة ومؤسساتها للعاصمة الإدارية؟ خليني أقول لحضرتك في البداية أنه ليس من الأمر الهين على أي دولة أن تغير عاصمتها. صحيح. أو تنتقل من عاصمة إلى عاصمة جديدة. دول محدودة في العالم التي استطاعت أن تقوم بهذا الأمر، لما لذلك من تعقيدات إدارية وديموغرافية ولوجستية كبيرة للغاية. فحينما نتحدث عن دولة تنجح في نقل العاصمة، معناها أنها قامت بمجهودات جبارة على مستوى الإعمار والإنشاءات وعلى المستويات اللوجستية والإدارية. حينما تقدم مصر على هذه الخطوة، معناها أننا بصدد الجمهورية الثانية بالفعل، أو صحيح، جمهورية جديدة ربما تكون ثانية أو ثالثة في تاريخ مصر منذ الاستقلال، لكن في نهاية المطاف نحن بصدد جمهورية جديدة. ومعنى جمهورية جديدة تغير شامل في إدارة الدولة المصرية، يبدأ من الأمور الإدارية والأمور اللوجستية والسياسية والاقتصادية وطريقة التفكير أيضا في إدارة الدولة. فنحن بصدد خطوة جبارة على طريق الجمهورية الجديدة في مصر من خلال العاصمة الجديدة، عاصمة ذكية. يعني أنت تتحدثين عن مدينة بمواصفات عالمية. صحيح. تتخطى حدود العشوائيات، تتخطى حدود الأمور التقليدية في إدارة الدولة. نحن بصدد عبور نحو مرحلة جديدة من الإعمار، مرحلة جديدة من إدارة الدولة المصرية. وظني أن هذه العاصمة ستنقل مصر نقلة جديدة، ليس فقط على طريق التنمية وإنما على طريق الاستثمار، لأنك تقدمي تسهيلات كبيرة للغاية من خلال هذه العاصمة الجديدة التي ستساعد على التوسع العمراني الجديد في البلاد. أعتقد كمان أنها هتحل مشاكل كتير قوي احنا كنا بنعاني منها. يعني لو بنتكلم على القضاء ومكافحة الفساد، فاحنا هنلاقي هناك أكيد اللي يمهد لده. لو بنتكلم عن فكرة رقمنة وتحول رقمي وخدمة إلكترونية للمواطن وتوفير جهد وفلوس وحاجات كتير قوي، أعتقد أن احنا هنلاقي. لو بنتكلم عن جمع تراث، فهنلاقيه في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من مدينة الفنون وخلافه. لو بنتكلم عن تراث مصري، احنا محتاجين ان احنا النهاردة يبقى متواجد عندنا. لو بنتكلم عن وثائق، هنلاقيها في المبنى اللي احنا بنقول عليه اللي هو الوثائق يعني والمعلومات اللي موجود، اللي هو اعتقد على احدث النظم العالمية. فبتهيألي الوضع هيبقى مختلف. المواطن يبدأ مع، يمكن هو سمع كلام كتير بس لسه ما شافش، فلما اعتقد مع الانتقال في شهر ديسمبر هتبدأ الرؤية تبقى واضحة للعاصمة الإدارية الجديدة.
بالفعل الانتقال والمعايشه، لانه كثيرين يسمعون عن العاصمه الاداريه الجديده. بالضبط، يعني كل فكرتهم عن العاصمه الاداريه الجديده بعض مقاطع او فيديوهات بيشوفوها في بعض البرامج او حينما يكون هناك حديث عن العاصمه الاداريه، لكن حينما يتم الانتقال الى هناك واطلاق بعض العمليات الاداريه في اداره الدوله في بعض المصالح، اعتقد ان المواطن سيلمس بنفسه هذا المشروع الضخم والجبار. زي ما حضرتك تفضلتي، نحن نتحدث عن مدينة ذكية، مدينة المستقبل، لأن القاهرة ظلمت. احنا بنتكلم عن القاهرة عاصمة لمصر منذ أكثر من 1000 سنة. هذه العاصمة ظلمت ديموغرافيا، بالضبط، يعني ظلمت ديموغرافيا، ظلمت إداريا، وظلمت حتى على مستوى المعمار، لأنها تكدست بشكل كبير جدا، وكل عمليات التطوير والتجميل التي كانت تتم كانت ترقيعية. صحيح. لكن أن تنشئ عاصمة جديدة من الأساس، هذا هو التحدي الأكبر. لذلك نحن نتحدث عن جمهورية جديدة، لأننا بصدد حياة جديدة ونمط جديد في إدارة الدولة، باعتقادي أن هذه العاصمة الإدارية ستشكل نقلة نوعية بالنسبة لمصر على كافة المستويات. صحيح. الجزء الثاني في الحقيقة في الاجتماع، وهو خاص بي، يعني كان فيه طبعا استعراض لمجمل المشروعات القومية اللي حصلت، بس خلينا نتكلم كمان على النقطة المهمة جدا، لأن دي يعني أنا أعتقد إن إحنا يعني اتأخرنا فيها والرئيس لمسها منذ بداية وجوده، وهي فعلا البقعة المقدسة اللي عندنا. يعني احنا عندنا أرض تجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، كان فيها يعني هي الحقيقة لأديان سماوية ثلاثة. هذه البقعة وإظهارها للعالم بشكل يليق بها، الحقيقة توجه رائع من سيادته واهتمامه بتنفيذ هذا المشروع. حينما نتحدث عن السياحة لا نعني فقط الاقتصاد، وإنما نعني القوة الناعمة المصرية، لا سيما السياحة الدينية بالتحديد. مصر بتاريخها التليد الممتد كانت مهبط رسالات سماوية، يعني لم تكن الجزيرة العربية فقط هي منبع الأديان، وإنما مصر شهدت أيضا أديان عديدة وأنبياء كثر، ومن ثم كانت أشبه بمجمع الأديان، يعني المسيحية واليهودية والإسلام تعانقوا في مصر بشكل واضح. ومصر بحكم ما تتمتع به من تسامح، سواء على مستوى إدارة الدولة أو على مستوى الشعب المصري، طول عمر الشعب المصري بيعطي نموذج للتسامح، للتعايش المشترك ما بين الأديان المختلفة. محاولة إحياء هذا التراث وتقديمه مجددا إلى مصر وإلى العالم أجمع، هذا يضيف إلى قوة مصر الناعمة، مصر التي احتضنت كل الأديان واحترمت كل الأديان، ولا زالت حتى هذه اللحظة هي أرض التسامح. الجميع يعيش في مصر في تحت مظلة الحرية والتسامح، وهذا يعطي إشارات للعالم بأن مصر تجاوزت كل الأقاويل والإدعاءات التي كانت تخص مسألة المسلمين والمسيحيين. صحيح. وأشياء من هذا القبيل. ويمكن من أكبر الإنجازات التي حققتها الإدارة الحالية للدولة المصرية هي إنهاء كل المهاترات المزعومة التي كانت تقال بسبب الأديان أو أشياء والاختلاف الأديان. إحياء هذا المجمع وتقديم الدعم الثقافي والفكري والمعرفي كمشروع حضاري يتجاوز حدود الدولة المصرية ويكون له إشعاع عالمي وإقليمي، وأتصور أنه سيضيف إلى قوة مصر الناعمة كثيرا، إلى جانب ما يحققه من عوائد اقتصادية على مستوى السياحة الدينية. صحيح. خلونا نروح لخبر آخر، وده خاص برئاسة الوزراء. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن مصر تبنت نهجا طموحا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبرنامجا شاملا للإصلاح تضمن إصلاحات تشريعية واقتصادية وهيكلية وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والمتنوعة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. كلمة رئيس مجلس الوزراء جاءت خلال الافتتاحية بالملتقى الثاني للتجارة العربية الإفريقية، مشيرا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري بيجعله نموذجا يسعدنا في مشاركة كافة دول المنطقة العربية والإفريقية. وأضاف بقوله: تمكنت مصر بكل عزم وإصرار من توفير بنية أساسية قوية لا تقف فقط عند مصر، ولكن تعمل لخدمة دول الجوار والمنطقة العربية والإفريقية كمشروعات الكهرباء وغيرها. واستكمل: نؤمن بأن التنمية هي مفتاح الأمان والاستقرار في كل دول العالم، معربا عن ثقته في أن يخرج الملتقى بخطوات هامة وجادة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون والتكامل، خاصة في مجال التجارة العربية والإفريقية. خليني أخذ الجزء الأول من الإشادات الحقيقة اللي بتيجي من المؤسسات الدولية في مصر، والإصلاحات اللي حصلت ونجاح البرنامج الاقتصادي وعمليات التشكيك اللي بتحصل من البعض فيه
قدرة الاقتصاد المصري على النمو. ما يحدث الآن على الأرض أعتقد هو واقع، مش محتاج يعني، ومش إحنا اللي بنشهد، ده مؤسسات دولية هي اللي بتتحدث عن ده. شايف حضرتك الوضع الآن إزاي؟ يمكن زي ما حضرتك قلتي مسألة التشكيك أصبحت لا محل لها من الإعراب، لأنه مش بس الدولة المصرية اللي بتتكلم عن ما تم من إنجازات، وإنما المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بمراقبة تطور الأداء الاقتصادي للدول هي التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري في ظروف حساسة للغاية. يعني نحن نتحدث عن جائحة كورونا على سبيل المثال، نتحدث عن محاربة مصر للإرهاب، نتحدث عن تجاوز سنين عجاف من 2011 وحتى 2014 كانت سنوات صعبة للغاية، ومع ذلك استطاعت مصر أن تعبر وأن تتجاوز هذه المحن وتحول المحنة إلى منحة. صحيح. بدليل أننا أقمنا العاصمة الإدارية الجديدة، توسعنا في مجال يعني في مجال الطاقة، سياسات الطاقة المصرية على سبيل المثال أعتقد أنها تضرب نموذجا يحتذى. النهاردة كل الدول اللي عندها أزمة طاقة بتحاول تستلهم التجربة المصرية. بعد ما كان عندنا عجز في الغاز وعجز في البترول، أصبحنا لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز ومن البترول، ونقوم بالتصدير للخارج. حتى الكهرباء التي كانت تنقطع بشكل منتظم وكان في أزمة في الكهرباء، النهاردة مصر بتصدر للدول العربية ودول شمال أفريقيا والاقتصادات الناشئة، وهناك مشروع لتوصيل الكهرباء إلى الدول الأوروبية وبيع الكهرباء المصرية إلى الدول الأوروبية. أصبحت مركز إقليمي للطاقة بكل المقاييس، وعندك بنية تحتية، محطات إسالة الغاز في إيدكو ودمياط، خطوط الأنابيب لشراء الغاز من قبرص وإسرائيل لتسييله وإعادة ضخه وبيعه إلى أوروبا والأسواق العالمية. أنت أصبحت تمتلك بنية تحتية تؤهلك لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، مش بس الطاقة التقليدية زي النفط والغاز، وإنما أيضا الطاقة المتجددة. يعني مصر النهاردة في مجال الطاقة الشمسية لديها قدرات واعدة، حتى أن الكهرباء التي سيتم تصديرها إلى أوروبا هي منبعثة أساسا من الطاقة الشمسية في محطات في أسوان وغيرها. يعني أن احنا 42% هيبقى استخدامنا للطاقة المتجددة في بحلول عام 2030. كل دولة في حاجة اسمها مزيج الطاقة. إيه مزيج الطاقة؟ إنه الطاقة اللي تستخدمها كل دولة يجب ألا تعتمد على مصدر واحد من مصادر الطاقة، لابد أن يكون هناك تنوع، يكون من وسائل تقليدية زي الوقود الأحفوري، النفط والغاز والفحم، والوسائل المتجددة أو مصادر الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح والديزرتك وغيرها من وسائل إنتاج الطاقة. هذا المزيج كلما اتسعت فيه أو ارتفعت نسبة الطاقة المتجددة أصبحت هذه الدولة تمضي نحو الاقتصاد الأخضر ونحو يعني إنتاج الطاقة المتجددة. كلما قلت مصادر أو نسبة مساهمة مصادر الطاقة التقليدية كلما كان ده أفضل بالنسبة للدولة. مصر كانت وصلت لنسبة 8% من إنتاج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وصل النهاردة إلى 21 أو 22%، ولدينا خطة طموحة إلى أن نقفز بهذا الأمر إلى 35 أو 40% بحلول العام 2030، ونحن نمضي على هذا الطريق. ده في مجال الطاقة. في مجال السياحة، في مجال يعني في مجالات متعددة، البنية التحتية على سبيل المثال، ربط شرق مصر بغربها، منطقة العين السخنة بالساحل الشمالي، كل هذا يوفر بنية تحتية ويعطيك مصداقية أمام المجتمع الدولي. قوانين الاستثمار الآن الأمر لم يعد يقتصر على البنية التحتية الإنشائية فقط من حيث الطرق والمنشآت والأمور اللوجستية، وإنما البيئة القانونية والتشريعية المواتية للاستثمار. النهاردة بقى عندنا منظومة قوانين وتشريعات تحمي المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي، والمستثمر دايما بيبحث عن أنه يدخل إلى هذا السوق بسهولة ويخرج بأمان. صح. يعني إذا أراد أن يخرج يخرج بأمان. النهاردة الدولة المصرية وفرت البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمارات بشكل أو بآخر. كل هذا ليس من عندياتي ولا شهاداتي، وإنما بشهادة المنظمات الدولية المعنية والتي تراقب الأداء الاقتصادي للدول، وشهدت لمصر بأن معدل النمو يعد الأفضل إقليميا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتاح المنطقة والعالم. ده حقيقي. خلونا نروح ليه برضو نجاح آخر من نجاحات الدولة المصرية فيما يتعلق بملف كورونا. جواز السفر الإلكتروني الخاص بتطعيم فيروس كورونا الحقيقة هو اتجاه جديد من وزارة الصحة نحو الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة وتوفير حاجات كتير جدا على المواطنين. وزارة الصحة والسكان بدأت اعتبارا من امبارح تفعيل تطبيق على الهواتف المحمولة علشان يكون بمثابة كده جواز سفر صحي إلكتروني بنستخدمه في
المطارات، وبعد كده على فكره هيتعمم، لان احنا يعني الفتره اللي جايه ما اعلان الحكومه ان ما حدش هيدخل مؤسسه حكوميه، ما حدش هياخد خدمه من غير ما يقدم ان هو حصل على تطعيم فيروس كورونا. الجواز ده هيكون بديل عن الشهادات الورقيه بتثبت فيها الحصول على لقاح كورونا. وزاره الصحه قالت ان التطبيق ده هيقول الشخص حصل ولا لا على اللقاح، هيبقى مزود بالكيو ار كود اللي هو يعني ما يسمى بجواز السفر الصحي او الطبي، هيتم قرايته في جميع مطارات العالم، هيعرف من خلاله حصول المواطنين حصلوا على أي نوع من اللقاحات. كمان هيبقى صالح للاستخدام داخل وخارج مصر، هيتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ثلاث ألوان: أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر لو كان حصل على جرعة أولى من اللقاح، أخضر لو كان حصل على الجرعتين أو تم تلقيحه بجرعة واحدة زي مثلا لقاح جونسون. هيتم استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة اللي بتتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح. الحقيقة وزارة الصحة من الوزارات اللي ماشية سريعا، يعني شفنا تجربة الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والتسجيل علشان الحصول على لقاح. في الأول كان في مشكلات وكان في ناس لسه مش عارفة، لكن أعتقد الدنيا بدأت تمشي. النهاردة بقى مولود جديد أيضا لهذا التحول الرقمي من خلال جواز سفر صحي أو إلكتروني. بالفعل هذا يعكس مدى حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة متلقي اللقاح. زي ما حضرتك عارفة أنه الوسيلة الوحيدة التي اتفق عليها العالم حتى الآن للتصدي لجائحة كورونا هي مسألة مناعة القطيع، ومناعة القطيع تأتي حينما يتم تطعيم ما بين 60 إلى 75% من أي مجتمع، وصولا إلى تعميم هذه النسبة على مستوى العالم أجمع. عندنا في مصر دولة حريصة وفرت اللقاحات لكل المستويات في كل الأماكن بما فيها حتى الجامعات بالنسبة للطلاب. حرص الدولة على ضرورة تلقي اللقاح يساعد على التعافي ويساعد على التصدي لانتشار هذا الوباء، بما يساعد على استمرارية الحياة. صحيح. يعني الدولة المصرية زي ما المواطن كان حريص على أنه يباشر حياته العادية وحياته اليومية، هذا الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات الاحترازية علشان نقدر نواصل حياتنا بشكل جيد ولا تتوقف أمورنا اليومية. لابد من تلقي التطعيم حتى نحقق المناعة. صحيح. لأنه في حالة عدم تحقق هذه المناعة قد نضطر إلى إغلاق، قد نضطر إلى توقيف بعض الأنشطة، بما لذلك من آثار اقتصادية سيئة وآثار نفسية أيضا سيئة على المواطن. لذلك الدولة المصرية بتتحرى كافة السبل التي تساعد المواطن على تلقي هذا اللقاح وضمان حصول غالبية سكان هذا الوطن للقاح من أجل تحقيق المناعة الجماعية المطلوبة. لا هو ما عادش مفر، يعني هو خلاص هو ده يعني الحاجة الوحيدة القائمة دلوقتي والمتوافق عليها عالميا، يعني برغم التحفظات برغم المخاوف لا يوجد بديل. صحيح. للتطعيم حتى. وعلى فكرة هو عشان الناس برضو اللي بتشكك بتقول ايه، ما هو اصل اللي بياخد تطعيم بيجيله كورونا، ما هو التطعيم مش بيمنع لكن هو بيقلل من الاعراض، بيقلل من نسب الوفاه لو يعني لو لا قدر الله الحالات شديده، يعني اللي هو بينزل برنج الاصابات واللي بيقللها، حتى اللي بيصاب ممكن ان هو ما يجيلوش اعراض خالص نتيجه ليه ان هو اخذ التطعيم. الاهم من ده حضرتك انه لا بديل، يعني لو خلص. يعني من يرفض هذا الخيار طب ما هو البديل؟ بالزبط. العالم اجمع ليس لديه بديل اخر حتى اللحظه الحاليه. بالزبط. سوى هذا الخيار. بالظبط. خلونا نروح لخبر اخر، لان النهارده وزير الخارجيه سامح شكري هيعقد جلسه مباحثات مع المبعوث الاممي لعمليه السلام بالشرق الاوسط اللي بيقوم بزياره للقاهره، ومن المنتظر ان يتناول اللقاء مستجدات القضيه الفلسطينيه وسبل الدفع قدما بمسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والجهود اللي بتبذلها القاهره في هذا الصدد. الحقيقه القضيه الفلسطينيه حاضره دائما يعني من وجهه النظر المصريه، ومعروف يعني موقفها الثابت والداعم لسياده الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود. شايف حضرتك يعني هذا اللقاء، توقعات اللي هيتم طرحها، الموقف اللي هيتبناه المبعوث الاممي لعمليه السلام في الشرق الاوسط؟ بالنسبة للموقف المصري هو واضح وثابت ولا يتغير. مصر مع حقوق الشعب الفلسطيني. فكرة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر أيضا ترفض أي تصعيد أو مواجهات في الأراضي المحتلة من شأنها أن تؤدي إلى تفجير الموقف.
حقوق الشعب الفلسطيني تعود كاملة، إقرار السلام، لابد أن يقوم السلام على أسس عادلة وهي عودة الأرض المغتصبة إلى أصحابها. من دون ذلك لن يتحقق السلام، ودي وجهة النظر المصرية، لأنه إسرائيل تريد أن تطرح طرحا مغيرا وهي السلام الاقتصادي، بمعنى أن يبقى الوضع على ما هو عليه، إسرائيل تحتل الأراضي العربية كما هي لكن تقيم علاقات اقتصادية فعالة ومكثفة مع الأطراف العربية بحيث الجميع يحقق استفادة اقتصادية ممكنة مع تجاهل وتجاوز فكرة الأراضي المحتلة. مصر دائما تؤكد على أنه لا سلام حقيقي بدون عودة الحقوق لأصحابها. أيضا مصر تتحرك في سياق موازي وهو تحقيق المصالحة الفلسطينية، لأنه طالما أن هناك انقسام فلسطيني ما بين فتح وحماس تستفيد منه إسرائيل كثيرا وتبقي على تجميد عملية التسوية بسبب هذا الانقسام ما بين رام الله وغزة. لذلك مصر تتحرك في الاتجاهين بالتوازي، دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية من جانب وإنهاء الخصومة الفلسطينية من جانب آخر. المجتمع الدولي ربما لم تعد القضية الفلسطينية هي مناط الاهتمام الرئيس والأساس بالنسبة للمجتمع الدولي، لأن في المسألة السورية، في المسألة الليبية، في المسألة السودانية، اليمن، يعني العالم مفعم بالأزمات إضافة إلى جائحة كورونا التي أرهقت العالم، وموضوع المناخ والتغيرات المناخية التي تحولت إلى قضية مركزية في اهتمام المجتمع الدولي. لذلك دور مصر في هذا السياق أن تذكر المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بأن القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار في الشرق الأوسط. ما لم تحل هذه القضية على أسس عادلة سيظل الشرق الأوسط على شفا الانفجار والتوتر في أي العالم. صحيح. خلونا ننتقل للشأن الدولي، لأن إدارة المنصة الاجتماعية الأشهر فيسبوك حذفت منشور لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اعتبرته محرض على العنف حسب ما نشر بموقع البي بي سي. المنشور اللي حذفته شركة فيسبوك كان بيطالب المواطنين، أبي أحمد بيطالب المواطنين المدنيين بالتسلح لمقاتلة قوات جبهة تحرير تجري اللي أصبحت بتقترب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. واستخدم رئيس الوزراء الإثيوبي حسب تصريحات القائمين على فيسبوك لغة تحرض على العنف وتنتهك قوانين المنصة الاجتماعية، مما استدعى التدخل لإزالة المنشور، خاصة بعد تعرض الشركة لاتهامات مؤخرا بتأجيج الصراعات العرقية في العديد من المناطق ومن ضمنها إفريقيا. تسعى قوات تحرير تجري لرفع الحصار عن إقليمها الذي اقتاحته القوات الفيدرالية، مما أثار موجة من الاستنكار في الساحة الدولية واتهامات لحكومة أبي أحمد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل الإقليم. تمكنت قوات تجري من قلب كافة الحرب وطرد الجيش الإثيوبي الفيدرالي من الإقليم لتحاول فك الحصار المفروض عليها وإيجاد منفذ لدول الجوار وأولهم طبعا السودان. موقف هيبقى فيه، تعتقد هيبقى فيه موقف دولي ضد أبي أحمد خاصة بعد تصريحاته بالتسلح، يعني هذه النقطة تحديدا اللي امبارح ظهرت، تسلح المدنيين ان هم يعني يتم يبقى هذا دعوة للقتال يعني والحرب. شايف ان ده هيبقى فيه موقف دولي ضده ولا يعني الأمور هتمشي إزاي؟ أرى أنه رئيس الوزراء الإثيوبي مرتبك ومضطرب، وده واضح من رد فعله. يعني مجرد تحرك جبهة تحرير تجري وجيش الأورومو الذي تحالف معها، صحيح، والاقتراب من العاصمة، لدرجة أنه التصريح الذي أطلقته جبهة تجري بيقول أنه خلال أسابيع قلائل سيتم احتلال العاصمة أديس أبابا. كان وقع هذه التصريحات مربكا على أبي أحمد الذي يعني أطلق تصريحا غريبا للغاية. هذا معناه دعوة للاقتتال الداخلي والحرب الأهلية. من المفترض أن الذي يدافع عن الدولة هو جيشها النظامي، وليس أن كل مواطن يحمل السلاح بهذه الطريقة، لكن ده يفسر على أنه خبرته السياسية محدودة، أنه يقع تحت ضغط اتخاذ قرار صعب في توقيت حساس، فأدى إلى إطلاق هذه التصريحات غير المتزنة. باعتقادي أن المجتمع الدولي سيكون دوره محدود في هذا الصراع. لماذا؟ لأن أبي أحمد يصر على أن هذا الصراع هو صراع داخلي أو هو أزمة داخلية، ولا يريد أي تدخلات من الخارج. الأمر الثاني أنه يعتبر جبهة تحرير تجري منظمة إرهابية ويريد القضاء عليها وتصفيتها، لأنه قال سندفن أولئك المتمردين، وهو لا يريد أي مجال للحوار أو التصالح، خصوصا أن جبهة تجري كانت تدير البلاد قبل مجيء أبي أحمد إلى الحكم، ومنذ عام بدأت تتبنى أسلوب عسكري. يضاف إلى ذلك أن أبي
أحمد يتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنهم منحازون لجبهة تحرير تجري ويرفض أي تدخلات من طرفهم، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدأوا يتخذون إجراءات عقابية اقتصادية ضد أبي أحمد، وهناك أحاديث عن إمكانية تصعيد هذه الإجراءات في قادم الأيام ما لم يمتثل أبي أحمد للنداءات الدولية بوقف هذه المأساة، خصوصا وأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. يعني المحكمة الجنائية الدولية والتقارير الدولية أكدت ضلوع الجيش الإثيوبي كما جبهة تحرير تجري في عمليات قتل واغتصاب وعمليات جرائم ضد الإنسانية. لكن إثيوبيا ليست جزء من المحكمة الجنائية الدولية، من نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، لذلك هناك صعوبة في يعني اتخاذ بالضبط تقديم محاكمات، لكن ممكن اتخاذ إجراءات عقابية من دون إتمام هذه المحاكمات أو محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. إجمالا يمكن القول أن الصراع معقد للغاية، ومما يزيد الأمور تعقيدا تغليب الأدوات العسكرية على الوسائل الدبلوماسية ورفض أبي أحمد الانخراط في حوار دبلوماسي دولي. لكن هناك رهان على الاتحاد الأفريقي، لأنه أبي أحمد لم يوجه اتهاما أو انتقادا للاتحاد الأفريقي بالانحياز إلى جبهة تجري كما فعل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. صحيح. خلونا لأن لسه الحقيقة احنا مع الشأن الدولي وبنتابع أزمة سفينة الصيد البريطانية. أظهرت بيانات لمواقع متابعة للملاحة أن سفينة الصيد البريطانية اللي تم توقيفها في فرنسا الأسبوع الماضي غادرت ميناء لوهافر الفرنسي متوجهة لبريطانيا. الحقيقة حسب مواقع كتيرة قالت أن السفينة البريطانية غادرت بعد أن قضت يعني محكمة في مدينة روان الفرنسية بالإفراج عن السفينة ورفض المطالبة بأن يدفع قبطانها غرامة 150,000 يورو، وده حسب محامي القبطان. تم احتجاز السفينة الأسبوع الماضي، وقالت السلطات الفرنسية أن السفينة كانت بتقوم بالصيد في المياه الفرنسية دون الحصول على الرخصة المطلوبة. ده طبعا بيجي على خلفية الجدل ما بين فرنسا وبريطانيا بشأن رخص لصيد الأسماك. اتهمت باريس المملكة المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاق بريكست فيما يتعلق بإصدار التراخيص للصيد ومنحها للسفن الفرنسية. الحقيقة ان يعني بريطانيا أزمتها مع الدول الأوروبية يعني متتالية، ومع فرنسا في الأزمة الأخيرة، شايف الوضع إزاي؟ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى بالبريكزيت كان أمرا مقلقا للغاية. منذ البداية بريطانيا كانت مترددة في علاقاتها الأوروبية. بريطانيا صحيح. ترى أنها دولة عريقة، أنها أفضل، أنها لا تريد أن تكون تابعة لبروكسل كما كانت تقول. كانت متخوفة من توسيع الاتحاد الأوروبي وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي رغم أن هذا لن يحدث. ومن ثم جاء القرار البريطاني مدفوعا بدعم أمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تدفع باتجاه سلخ بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ووعدتها بمساعدات واتفاقات للتعاون الاقتصادي وأشياء من هذا القبيل. لكن الخروج البريطاني كان خروجا مستعصيا، يعني عامل أشبه بالمخاض العسير أو أشبه بالولادة القيصرية، وفضل مسافة طويلة يعني عنده أزمة اسكتلندا، المفاوضات طبعا أخذت وقت طويل، عنده أزمة اسكتلندا، عنده أزمة الصيد، عنده أزمة الأوروبي المقيمين في بريطانيا والعكس الاستثمارات الأوروبية. يعني خيوط العلاقة ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم تنتهي بالبريكزيت، لأنه هناك اتفاقات أخرى تضمن وجود علاقات تجارية واقتصادية وثقافية ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن ثمت أمور لم تحسم، منها مسألة الصيد على سبيل المثال. وهناك يعني توترات فرنسية بريطانية بسبب علاقة بريطانيا بالولايات المتحدة الأمريكية والخلاف الفرنسي الأمريكي وأزمة الغواصات وغيرها من الأمور. ودائما فرنسا تنظر لبريطانيا على أنها ذراع الولايات المتحدة لاختراق أوروبا وتفتيت أوروبا منذ القدم. ومن ثم أتصور أنه الخلافات لن تنتهي، لأنه مفاوضات خروج بريطانيا لم تضع كافة النقاط على كل الحروف فيما يتعلق بعلاقات بريطانيا والاتحاد الأوروبي. أنا بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا يعني النهاردة دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب الصحفي والباحث السياسي. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون انتهت جولتنا النهاردة في الصحافة. بشكر حضراتكم، هنروح لفاصل وبعدها هنتابع فقرات الجولة.